السلام عليكم، كيف انتم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ديال فود داري. اليوم ان شاء الله نحضر معكم قراش. ان شاء الله قبل ما نبداو نطلب منكم ديروا سبسكرايب، ابوني، بارتاجيو فيديو وديروا لايك. شنو غادي نحتاجو ان شاء الله؟ عندي هنا 640 غرام ديال دقيقه فورس، كاس وربع ديال السكر، كاس العنبه اللي كتاخذ 150 مليلتر، معلقه صغيره ديال الملحه، واحد الفانيلا، واحد الخميره ديال الحلوى، 300 مليلتر ديال الحليب دافي، جوج بيضات، كاس ديال الزيت، واحد معلقه كبيره ديال النافع، واحد معلقه كبيره ديال حبه تاع الحلاوه، وجوج معالق كبار ديال الجنجلان، وداكشي اللي كاين. كنبداو ان شاء الله. غادي نعملو المرحله الاوليه. ونسيت خميره ديال الخبز، اهم حاجه في هذه الوصفه خميره ديال الخبز، 42 غرام. نسيت ما نزلتهاش في البدايه حتى تنبات. المهم كنجيبو واحد المولينكس، كنجيبو مولينكس ديالنا، كنعملو فيها الحليب، كنعملو فيها الحليب ونعملو فيها السكر، جوج معالق كبار، وديك الخميره، واحد فانيلا، ثلاثه معالق كبار ديال الدقيق الفورس. هادوك كنعملوهم مع بعضياتهم وكنبقاو ونطحنوهم مزيان حتى ما كيبقاش يبان هذيك الدقيق الفورس، وصافي. وديك الخليط كنخليوها يخمر، اهم حاجه هي تخمر مزيان. باش علاش كنعملوا هذه المرحله هذه؟ حنا عارفين قراشل كياخذوا شويه ديال الوقت في الخميره ديالهم، وإلا درنا هذه الوصفه هيدا كما وريت لكم ما غاديش ياخذ لنا الوقت بزاف. مهم كما كتشوفوا غنعملوها في واحد البانيو ولا الاناء، المهم فين غتخمروا الخبز ديالكم، فين غتعجنوها، وكنخليوها تخمر. انا خدات لي واحد 15 دقائق مع الحال سخون بزاف في الصهد، وخمرت لي كما كتشوفوا. ديك الساعه كنزيدو نضيفوا ديك مقادير اخرين. راه في البدايه راه عملت غير واحد الكاس ديال الحليب 150 مليلتر في المولينكس، ما درتش 300 مليلتر كامله، عملت غير نص حتى خمرت، عاد زدت هذيك الكاس اخر ديال الحليب وصافي. وكنعملوا هذاك الشيء كامل، كنخلطوهم، والعجينه كتجي راه ضروري العجينه تجي شويه كتلصق، باش هيداك قراشل ديالكم كيجيو لكم خفاف ومهوين من الداخل، وكيجيو رطبين بزاف. المهم جربوا هذه الوصفه، راه انا فمأكده مأكده 100% غتعجب لكم، وتحمق كتحمق تحمق صراحه الله، ولذيذة بزاف. كما كتشوفوا كنزيدو غير دقيقة الفرز ديالنا بشويه بشويه، باش هيدا كنعرف معاه. انا ما كنتش مع، انا عندي فيا واحد الطبيعه كنعمل كلشي عيني ميزاني، ما كنبقاش نعمل نعمل في الميزان ونشوف، ولكن مادام كنعمل الفيديو ضروري نعمل لكم ونوري لكم وكيفاش كيفاش كتلقاوني انا في الدقيق بزاف. كنبقى نعمل شويه بشويه باش كنعرف شحال غادي ياخذ لي. المهم انا عملت 640 غرام اللي خدات لي الدقيق فورس كما قلت لكم، هادشي اللي بقى لي من الدقيق، حيت كنت عملت 800 غرام وفي الاخر استعملت غير 640. وكنخليوها تخمر، كنخليوها تخمر. انا خليتها واحد نص ساعه خمرات مزيان كما كتشوفوا. ما قلت لكم راه الحول الحال سخون، راه ضيع في ساعه تخمر لكم صافي. كنبقى نجيب واحد الطبسيل ونعملو فيه الزيت، وديك الزيت كندهنوا به اليدين ديالنا، كندهنوا به اليدين ديالنا مع العجينه كتكون في شويه خفيفه، باش كتساعد لينا نعملوها كويرات مزيونين كيكونوا كيجيو معوضين. هذاك الشيء اللي كاين كنزولوا الاول داك الهواء اللي فيها باش كتساعد لينا، باش كتعاوننا زعما نكوروهم. كنتمنى تجربوهم، راه كيجيو كما قلت لكم. انا بعدا كيحامقوني، انا قراشل كيعجبوني قراشل بزاف مع اتاي وداكشي، كيجيو مزيونين. حتى بنادم يعملوهم مع ماريندا كاسكروت كيكون
كنكونوا شبعين كما كنقولوا. المهم كنبقاو نقوروهم. انا هاد العجينه هذه انا كورتهم كانوا شويه كبار صراحه الله، مع لا عملوا في بالكم الكويره اللي قطعته عملوا غتكبر لكم 3 المرات، ماشي على 2 المرات، على 3 المرات، مع فيها الخميره الحلوه فيها خميره الخبز، وكتزيد تكبر كما كنقولوا. المهم انا عملتهم هادو تبارك الله، جاوا قداش شبعين تبارك الله تبارك الله. وهاد الوصفه كما قلت لكم خرجوا منها، تقدروا تخرجوا منها 21 حبه باش يخرج لكم هما هادوك. انا خرجت غير اقل منهم، ما خرجتش بزاف، خليتهم كبار شويه مع حتى كنت مزروبه صراحه، لا كنت مزروبه كان خصني غير نكمل في ساعه. عملتهم ايضا كما كتشوفوا، كنعملوهم فوق كاغيط ديال كاغيط الزبده، وكنقرصهم غير شويه كما كتشوفوا، غير شويه ماشي بزاف، كنخليهم يخمروا حتى كيخمروا ضعفوا في الحجم ديالهم. راه خداو لي واحد نص ساعه، ما كملاش نص ساعه، نقولوا نص ساعه كاع باش ما وهداك الساعه كندهنوهم بالبيض. البيض كنعملو فيها شويه الحليب ونخلطوها وندهنوا بها الخبز ديالنا، ونعملو فيها شويه الجنجلان. انا طيبتهم في 160 درجه غير من تحت، انا شعلت لهم غير من تحت غاز، انا عندي الفران ديال الغاز 160 درجه غير من تحت، حتى طابو مزيان وتحمروا شويه خفيف، واحد التحميره خفيفه من الفوق. داك الساعه طفيت من تحت وشعلتهم من الفوق، راه ماشي محروقين كما كتشوفوا دابا، راه كيبانوا بحال محروقين، راه ماشي محروقين، راه غير التصوير على حسب التصوير وصافي. وكنشعلوهم من الفوق ويتحمروا، يزيدوا تحمروا شويه. المهم نتوما كتختاروا كيف ما بغيتوهم، واش كيكونوا مغلوقين في اللون ديالهم، ولا شويه غير شويه مذهبين، ولا مهم هما يكونوا يشعلوا غير من التحت باش ما يجيو لكمش مدقسين، من التحت باش كيجيو لكم خفافين. كتشوفوا راه كتجي خفيفه ومهويه ولذيذه، كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى تجربوها، وبقى لي نقول لكم حتى فيديو مقبل ان شاء الله، نتلاقى معكم ان شاء الله.